أنا معي الآن من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي. دكتور مصطفى أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى أهلا بيك. لا أدري استمعت لما قاله أفخاي أدرعي، يعني ربما يكون استوقفك شيء من كلامه. يعني أمل أن تعطيني مجالا، أنا سمعت بعض ما قاله، ولكن هذا المأفون يعني أكبر كذاب في التاريخ، أنا لا أسبه ولكن أنا أوضح لك كيف كذب. وليس هو فقط يكذب، هو أصلا كلهم أتباع نتنياهو الكذاب الأكبر والمشوه الأكبر والمضلل الأكبر. إذا ادعي أفخاي أدرعي أن أحدا منهم لم يطالب سكان غزة بالذهاب إلى مصر، نتنياهو في أول أيام هذه المعركة خرج وطالب كل سكان غزة بأن يغادروا منازلهم. إلى أين؟ بكل قطاع غزة يقصف. امبارح اللي ادعوا أنه ممر آمن للناس تذهب للجنوب قاموا بقصفه وقتلوا في ضربة واحدة 60 شهيد طفل وامرأة ومدنيين، وجرحوا 300 شخص في ضربة واحدة. هذا الكذاب ينكر أن نتنياهو طالب بأن يخرج الناس، صح ولم يقل إلى أين، ولكن الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي الرسمي المسؤول عن العلاقة مع الإعلام الأجنبي اسمه ريتشارد كيرت نشر بيانا طالب فيه سكان قطاع غزة بأن يرحلوا إلى مصر، قال أن على كل غزاوي أن يترك بيته ويذهب إلى مصر. وهذا العنوان تصدر صحيفة يديعوت أحرنوت قبل 4 أيام. أفخاي أدرعي يكذب علنا. أنا بقول ارجعوا لصحيفة يديعوت أحرنوت وارجعوا لتصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يا دكتور مصطفى، يقول يعني نحن باقون، يقول بالنسبة للهجرة إلى طبعاً مصر وغيرها نحن باقون في غزة ولن نغادر. ده كما يظهر من العاجل علينا الآن، يعني تفضل دكتور. طبعاً وشيء آخر، نتنياهو وقف في الأمم المتحدة قبل نشوب هذه المعركة الخريطة ورفع خارطة إسرائيل التي تضم 48 وبعد 48 بس خليني أشرح، التي تضم كل الضفة الغربية وكل قطاع غزة، وفي تلك اللحظة كانوا يدعون أنهم غادروا قطاع غزة وأنهم لا يحتلوا قطاع غزة، طبعا هم واصلوا احتلاله بطرق أخرى، وتضم الضفة الغربية وغزة والقدس. طيب دكتور مصطفى اليوم يتحدث اسمح لي شوي بس لا ده اسماعيل هنية بيتحدث بيتكلم، لا ده انا رجع لك، انت باقي معي، انا لا اقاطعك يا رجل، انا بس اشوف اسماعيل هنية يتحدث ننقل كلمة منه واعود اليك نعلق عليها. تعطي كل هذا الغطاء لهذا القتل والتدمير، لا تتوقف، لأن مسيرة المقاومة متواصلة، لا تتوقف بل واصلوا استمروا بكل مكونات هذه الشعوب العربية والإسلامية بكل منابتها بكل تياراتها بكل انتماءاتها. وأحرار العالم الذين رأيناهم في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية وفي أمريكا نفسها وهم يقولون لا لهذا الاحتلال، لا لهذا القتل، لا لهذا التدمير. نعم، ونحن نقول إن هذه الضربة الاستراتيجية وهذه المقاومة التي سجلت صفحة مجيدة في تاريخ شعبنا الفلسطيني، إنها تقول بكل وضوح وتعبر عن ضمير شعبنا وأمتنا أننا نريد أن يرحل هذا الاحتلال عن أرضنا وعن قدسنا، وأن تكون لنا دولة على كامل ترابنا الفلسطيني وعاصمتها القدس، أن يتحرر أسرانا، أن يعود شعبنا الفلسطيني، أن يرفع الحصار والقتل والتدمير عن غزة الأبية. سلام عليكم يا أهل غزة أيها الرجال الشجعان، سلام على نسائها أطفالها على شبابها، وفخر واعتزاز بمقاومتها ووحدة هذه المقاومة، وتحية لأهلنا في الضفة الثائرة التي يجب أن تواصل ثورتها ومقاومتها
لأننا شعب واحد ومقاومة واحدة. وتحية لأهلنا في 48 ولشعبنا في المنافي والشتات، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أعود للدكتور مصطفى البرغوثي، يعني الكلام يعني مهم، لكن أهم شيء نقول مصر لا هجرة من غزة إلى مصر. الدكتور مصطفى كنت تريد أن تكمل، أنا عندي أسئلة لكن لا أريد أن أقاطعك، فأكمل وجهة نظرك عشان أطرح بعض الأسئلة عليك. إذا أول كذبة قالها أبيخاي أدري المتخصص في الكذب أنه لم يصدر قرار إسرائيلي بترحيل الفلسطينيين في غزة إلى مصر، وهذا أثبتنا قطعا أنه غير صحيح، كما ذكرت أنا في تصريحات ريتشارد كيرت التي نشرت باسم الناطق العسكري بالجيش الإسرائيلي. وكل المتحدثين، كثيرين من المتحدثين الإسرائيليين أنا رأيتهم على قناة الجزيرة وقنوات أخرى يخرجون ويقولون على الدول العربية أن تستقبل هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة، اللي على فكرة 70% منهم لاجئين من عام 48 هجروا من أراضيهم التي قاتلوا في بعضها، وهذا ما يثير جنون إسرائيل في الأيام الأخيرة. النقطة الثانية التي هو يكذب فيها بشكل واضح، أكرر الأكاذيب عن قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء. سأذكر لك أشياء ليست من عندنا بل من الإعلام العالمي. أمس الناطقة المتحدثة باسم حركة باسم محطة CNN، مذيعة في CNN، نشرت اعتذارا، قالت أنا أريد أن أعتذر لأنه أنا كررت ما قاله الناطق الرسمي الإسرائيلي حول قطع رؤوس أطفال ولم يقدموا أي دليل على ذلك، وثبت قطعا أن ذلك كذب. صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، ليست عربية، صحيفة أمريكية، كتبت اعتذارا لقرائها بأنها نشرت عن حدوث حالات اغتصاب، إذا وقالوا أن ذلك غير صحيح. نتنياهو ينشر أكاذيب سوداء، هذا اسمه إعلام أسود، يذكرنا بالإعلام الأسود الذي استعمل ضد العراق لتبرير احتلاله وقتل مليون عراقي في الاحتلال الأمريكي للعراق، عندما نشرت أكاذيب حول أسلحة الدمار الشامل، ثم قال توني بلير بعد 10 سنوات أن ذلك لم يكن صحيحا. ولكن هل سيعيد إلى الحياة مليون عراقي؟ وهل سيعيد الكذاب أبيخاي أدرعي والأكذب منه رئيسه نتنياهو كل هؤلاء الفلسطينيين الذين يقتلون الآن؟ نقطة ثالثة، لا بس خليني أوضح، بقول عن داعش، يصف حماس بداعش، لا علاقة لحماس بداعش، وعمره ما كان في علاقة بين حماس وداعش. الذي كان له علاقة مع داعش إسرائيل، الذي قام بنقل جرحى من داعش عبر الجولان المحتل لعلاجهم في المستشفيات الإسرائيلية هي إسرائيل. إسرائيل التي كان لها علاقة مع داعش، وهي التي عالجت جرحى داعش أثناء قتالهم في سوريا وأثناء اعتداءاتهم على الشعب السوري الشقيق. النقطة الرابعة، هو يعني يدعي أنه في علم لداعش، هذا كذب طبعا واضح، هم هاي لعبة وأسطورة. وأنا قرأت التعليمات التي تصدر من جهاز الإعلام الإسرائيلي للصحفيين الإسرائيليين، تقول لهم لا تستعملوا كلمة حماس إلا وتضعوا جنبها آيسس أي داعش. هذا أسلوب معروف ومخطط وواضح. ثالثا رابعا، هو يقول إنه حماس تستخدم الناس دروع بشرية. طب لما حماس هجمت على القواعد العسكرية الإسرائيلية وأسقطت فرقة غزة بشكل مذهل وقعدت إسرائيل 12 ساعة مذهولة، حماس كان معها دروع بشرية؟ ما رأخدوش دروع بشرية معهم، هاجموا بنفسهم. نعم. وإذا كان هو يريد أن يطرد الفلسطينيين من شمال ووسط غزة بحجة أنه بده يقصفها براحته، طب يعني بنقدر نقول أنه على كل الإسرائيليين في تل أبيب ويافا وحيفا وبئر السبع أن يخرجوا الآن من كل هذه المناطق، بركي يروحوا على أمريكا شوية عبين ما تخلص الحرب. طيب. هذا كلام منافق، واسمح لي بس كلمتين وخلص. الذي تمارسه إسرائيل اليوم جريمة كبرى في كل الأعراف الدولية، 2269 شهيد حتى اللحظة، 700 طفل، هذول أطفال مش حماس ولا مقاتلين، أطفال صغار، 2269 شهيد، 700 طفل منهم، آلاف الجرحى، أكثر من 9000 جريح الآن. وإسرائيل تنفذ 4 عمليات،
تنفذ تطهير عرقي خطير، تنفذ عملية إبادة جماعية ضد شعب بأكمله، تفرض حصارا بالماء والغذاء والدواء على الناس فيما يسمى جريمة حرب في العرف الدولي. حتى كريم خان المنحاز لإسرائيل والخاضع لأمريكا اضطر اليوم أن يقول أن ما تقوم به إسرائيل هو جريمة حرب. قالها اليوم كريم خان رئيس مدعي العام في محكمة الجنايات الدولية. لذلك الذي يتعامل معه الناس كذب وأكاذيب لا أولها ولا آخر، ولكن لا أبيخاي أدرعي ولا نتنياهو ولا أحد في كل هؤلاء سيستطيع أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني. وإحنا نحيي شعبنا في غزة الصامد الباسل الذي ضحى بالكثير ولن يترك قطاع غزة. وأنا أريد أن أحيي مصر على موقفها من معبر رفح الشريف بأنها لن تسمح بتهجير أهل قطاع غزة. لأنه اسمعني يا أخي الكريم، نتنياهو خطته واضحة، أنا قلت لك ورجع الخارطة، بده يهجر كل أهل غزة ويسوي غزة بالأرض ويضمها بعدين لإسرائيل، ثم يقول للعالم لن أعيد غزة. عندي أسئلة يا دكتور مصطفى، عندي أسئلة أنت رديت على أفخاي ربما ولك الحق في هذا الرد والمشاهد يتابعك، لكن أنا أريد أن أستفيد من وجودك معي في فقرة. أنت دكتور مصطفى ملم بمسار القضية السياسي وأيضا في إطار الفصائل والعمل على الأرض الميداني، وبالتالي ما هو تصورك للخطة الإسرائيلية في قطاع غزة؟ هل نحن أمام إعادة احتلال ولا اجتياح بري خاطف في الشمال ويعودون مرة أخرى إلى إسرائيل؟ لأنه أكيد الضحايا الإسرائيليين والقتلى الإسرائيليين يكونوا كثر. هل نحن أمام دخول لمنطقة الوسط وبعد الوسط يصلوا إلى الجنوب؟ ولو وصلوا للجنوب هل مصر تصمت أو تسكت أو تقبل في هذا الأمر؟ يعني الكل يسأل عن هذا السيناريو الذي في أذهان الإسرائيليين، ومن يسمح لهم بتنفيذ هذا السيناريو؟ يعني حتى الأمريكيين متحفظين على هذا السيناريو. أنا يؤسفني أن أقول أنه حتى الآن الأمريكان متورطين مع إسرائيل، ويعني أنا أستغرب من الرئيس الأمريكي بايدن كيف يسمح لنفسه بأن يكرر أكاذيب نتنياهو دون أن يفحصها. مش عنده أجهزة أمنية يعني يسألوا له؟ عنده أجهزة أمنية قوية، كان باستطاعتهم يفحصوا ويشوفوا أكاذيب نتنياهو صحيحة ولا لا. قطع رؤوس الأطفال، اغتصاب النساء، أكاذيب، ومع ذلك كررها الرئيس الأمريكي، مما يجعلنا نشعر أن هناك تواطؤ أمريكي مع إسرائيل. أنا يبدو لي أن نتنياهو يعتبر أن لديه فرصة تاريخية لتنفيذ مخططه الأصلي بتهويد وضم كل فلسطين التاريخية، وإذا صح له بده يضم ويهود الأردن كمان. وأنا برأيي الذي يريد أن لا، هم ما بجندوا 400 ألف جندي 400 ألف، أنت لا يعني هم شلوا الحياة الاقتصادية في إسرائيل، أوقفوا منظومتهم الإنتاجية بالكامل. اليوم الشيكل الإسرائيلي، العملة الإسرائيلية تنهار، البورصة الإسرائيلية تنهار. لم يفعلوا ذلك من أجل أن يدخلوا في هجوم بري خاطف ويخرجوا، كان هذا بكفي 20-30 ألف جندي. لا، الخطة الإسرائيلية كما أراها وبوضوح تام أنها محاولة لممارسة تطهير عرقي كامل ضد الشعب الفلسطيني بطرده من غزة بالكامل وإعادة احتلال غزة وعدم السماح للفلسطينيين بالعودة إليها. لماذا؟ إذا بقي سكان غزة فيها وأعادت إسرائيل احتلالها ستضطر أن تهرب مرة أخرى من ضربات المقاومة. هؤلاء المجانين الشريرين ذوي الأفكار السوداء الشريرة التي لا تحترم حق إنسان ولا تحترم حياة إنسان، حتى الإسرائيليين لا يحترموا حياتهم، يريدوا أن يجتاحوا غزة، أن يمارسوا تطهير عرقي كامل لغزة، وأن يمارسوا في خضم ذلك عملية قتل شاملة وقتل جماعي. حتى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة لا يعبأوا بحياتهم، وحتى الآن قتل 8 أو 11 شخص من هؤلاء الأسرى من القصف الإسرائيلي. لو كانت إسرائيل حريصة حتى على الأقل على حياة أسراهم هم، كان بيقبلوا بوقف إطلاق النار وبتبادل الأسرى، ولكن لا يعبأوا. نتنياهو لا يعبأ، بهمه يقتلهم. هم عندهم عقيدة معروفة واستعملوها من قبل مع ضباط آخرين، عقيدة هانيبال، إذا أخذ أسير أقتلوه حتى لا يبقى بيدهم. وهذا ما ينفذ. أنا لم أتوقع أنه نتنياهو ممكن أن تصل به الأمور إلى القبول بقتل مئات الأسرى، ربما 1-2-10، بس يبدو أنه هذا الرجل من طب موقف دول الجوار يا دكتور مصطفى، خلينا نمشي معك في السيناريو اللي أنت طرحته. موقف دول الجوار، أنا أتكلم على مصر يعني، ومن قال أن هذا الأمر مقبول؟ يعني
يعني لو كان يريد ذلك دول ويضرب بعرض الحائط موقف الإقليم، يعني مصر وتركيا والسعودية والدول الموجودة كلها، كان ما كانش عمل هذه الجولة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي. لكن الرجل راح جس نبض من كل الدول العربية، وجد كلمة واحدة: رفض التهجير، وقف القتال، احترام المدنيين، احترام القانون الدولي، الحرب ستولد دمار والعنف سيولد حرب، وبالتالي كان الكلام واضح والرؤية واضحة. هل هم قادرين يضربوا بعرض الحائط المنطقة كاملة وينفذوا هذا المشروع؟ وهل تقبل مصر والأردن وغيرها من دول الجوار؟ لا طبعا لا تقبل، ولكن أيضا هم يعني لن تقبل المقاومة الفلسطينية أولا. من قال أنهم سيدخلوا إلى غزة ويعني وينفذوا خطتهم ولا يجابههم أحد؟ أول شيء سيجابههم المقاومة الفلسطينية الباسلة، وأول شيء سيجابههم مزيد من الخسائر في صفوفهم التي أنا برأيي لن يحتملوها، لن يحتملوا هؤلاء، لا يحتملوا خسائر بشرية. بالنسبة لهم الصاعقة حلت بمقتل أكثر من 2000 إسرائيلي، بالنسبة لهم صاعقة كبرى، هاي لا يستطيعوا أن يحتملوها أكثر من 1500 إسرائيلي، وبالتالي هم لا يحتملوا خسائر بشرية، لا يحتملوا خسائر اقتصادية، لا يحتملوا حرب طويلة، لا يحتملوا حرب طويلة. ولذلك الصمود الفلسطيني الآن والثبات الفلسطيني والبطولة الفلسطينية هي الأساس في إفشال مخططهم. بس أضف إلى ذلك أنه طبعا لا يمكن، كيف يمكن أن تقبل مصر أن يهجر الفلسطينيون إلى سيناء؟ كيف يمكن؟ والأردن تعرف ما يعني ذلك. الأردن تعرف أنه في الأول تهجير سكان غزة واحتلاله وضمه لإسرائيل، وبعد ذلك تهجير سكان الضفة. طيب الآن حماس ما بتهجم في إسرائيل في الضفة الغربية، مين قتل اليوم حتى هذه اللحظة هذا الأسبوع 52 شهيد فلسطيني على يد جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية؟ العالم بأسره رأى مستوطن بحماية جيش الاحتلال يقترب من فلسطيني في بلدة يطة في الخليل ويطلق عليه الرصاص من مسافة صفر، مش رصاصة واحدة، عدة رصاصات. الإرهاب الاستيطاني أصلاً رحل حتى الآن 20 موقع سكاني في الضفة الغربية. إذن الهجوم على الفلسطينيين في كل مكان وليس فقط في قطاع غزة، وبالتالي أنا برأيي لن تنجح خطتهم بسبب المقاومة أولاً، وبسبب صمود الشعب الفلسطيني ثانياً، وبسبب الموقف المطلوب والصحيح من الدول العربية برفض هذا المخطط. وأنا أعتقد أنه أنا بس بكرر، الولايات المتحدة متورطة معهم. بدي أشرح لك ليش. نقطتين: الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية كيربي خرج وقال، هو كيربي قال إنه يجب أن يفتح ممر مع مصر في اتجاه واحد، في اتجاه مصر، مش ممر لإدخال المساعدات الإنسانية لأهل غزة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنهم متورطون في هذا المخطط ويدعمونه. التورط الثاني، إذا صدقت الأنباء، هاي أنا مش متأكد منها، لكن ما سمعنا أن بلينكين وزير الخارجية الأمريكي ذهب إلى الدول العربية يريد أن يطلب منها أن تأخذ الفلسطينيين في غزة وتستضيفهم في بلادهم، في بلادها كما قال، يعني أن يهجر، أن يشارك في عملية تهجير قطاع غزة. طيب، هذا يثبت أن هناك تواطؤ. طبعا الحقيقة دكتور مصطفى أنا بشكرك، شكرا جزيلا دكتور مصطفى البرغوثي من رام الله، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى شكرا جزيلا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.